السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير. تعرفون البارحة يعني حضرت لوح لزراعة الريحان. هذا لوح على قد المسافة الموجودة عندي بالحديقة، بيها شمس، أقدر يعني أسقيها بصورة صحيحة، لأن يعني الخضروات، زراعة الخضروات تحب الشمس. هاي طبعا كزبرة هنا زرعاني لوح، قسمته نصه كزبرة ونصه معدنوس، وهاي أيضا هنا معدنوس بالسندانة. أنا زرعته بالسندانة حتى أشوفكم إنه تقدرون تزرعون خضرواتكم اللي تحبوها بالبيت وبالسنادين إذا ما عندكم يعني مكان بالأرض. زين، يعني أنا ما عندي مكان كبير لكن أحب أزرع أي شيء. واليوم إن شاء الله نزرع ريحان سوا. حضرنا التربة، نعمناها، قلبناها ونعمناها مثل ما تشوفون، هذا لوح وهذا لوح. نعمناها وخليناها بالشمس، طبعا ما نزرع رأسا، لازم شوي نخليها بالشمس. زين عيني. وهاي بذور الريحان، طبعا أنا زرعت قبلها فيديو بذور ريحان من بذور يعني من نباتات كنت أنا زرعتها قبل وجفت وزرعتها، لكن هاي أيضا هم بذور ريحان، لأن الريحان جميل جدا حتى لو ما تاكل أنت، بس مجرد رشة مي خلاص يعني يخبل. فهذا اللوح حضرناه وبذرنا البذور مال الريحان مثل ما تشوفوها، بذور سوداء ناعمة. طبعا وبالمدرسة ايضا حضرت الواح حتى جهزتها لزراعة الريحان. وبعد ما نخلي البذور، وبعد ما حضرنا التربة ورشينا البذور عليها بشكل متساوي، مو كثيف ابد، مو كثيف، الكثيف مو زين، متفرق، لان هو ان شاء الله راح يكبر وحتى يلاقي مكان وهواء وشمس اللي تكفيه. نهيل التراب عليه، تراب خفيف حتى من نسقيه، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى من نسقيه يعني ما تتحرك البذرة. زين عيني. والسقي يكون على شكل رش، مو غمر. أول ثلاثة أيام الماء يعني فد أسبوع الماء يبدي النبات ينبت، بعدين نبدي نرشه غمر. زين عيني. والرش طبعا يسقي مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع حسب الجو الملائم، يعني الجو يومكم شلون، مطر، بارد، حار. هاي حطينا التراب فوقه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي خلينا التراب فوقه. زين عيني. وبعدين رشه مي خفيف، مرشه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهاي الطريقه نستخدمها ايضا، خلي اشوفكم هاي السندانه شلون زرعنا بيها المعدنوس. زين، انا هسه هم مجهزه هنا أنا سندانه، وهاي ايضا هنا أنا زرعنا بالسندانه بذور كلش قليلة، المكان صغير شلون هسه هذا. ومثل ما تشوفون رشيناها وراح نخلي عليها تربة ونسقيها ونقرأ سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا تربة خفيفة، بس مجرد شنو يعني تغطي البذور ومن نسقيها حتى البذور ما تتحرك من مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله كل سنة ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبهذه الطريقة زرعنا ريحان بالسندانة، زرعنا ريحان بالأرض، وهاي أسهل طريقة لزراعة الريحان. أي واحد شخص مبتدئ يقدر يزرع الريحان بهذه الطريقة. وشكرا جزيلا لكم، وإذا عجبكم الفيديو، إذا عجبكم الفيديو دعموني باللايك ودعموني بالمشاركة. قناة فلفل وقرنفل. شكرا جزيلا لكم، وربي يسعدكم.